سيادة الرئيس هل في آلية أو آلية مبدئية للعمل على المناعة؟ أنا بس عايز كنت أقوله الدور عليكم أنتوا كإعلاميين، الدور عليكم كإعلاميين أنتوا تحافظوا على العلاقات مع الدول وتدوش رسائل للرأي العام، تقلقوا ولا رسائل تسيء للآخرين. احنا في آلية وفي الجان شغال وفي كل حاجة. هل في ملامح للآلية يا فندم؟ السفير السوداني للقاهرة السيد الرئيس ده موضوع بقى تحصيل حاصل. هل في ملامح للآلية يا سيادة الرئيس؟ طبعا في لجنة على أعلى مستوى من الخارجية والرأي والمعنيين بالموضوع إن شاء الله. ربنا يوفقك. طمنوا. ربنا يوفقك يا فندم. سلام عليكم. شكرا. بس استنى.